بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكي أفراد كمذا من منهاج المتعلم. أنت عشر قدقل الحديث كي يبعث الله العلماء فيقول لهم حالا نسمر إني هذا اللي نقيم في عنه كتقيبا يعني حسوسنا من مفتاح دار السعادة جلد ككوبات صدح بغلا فرتني صدح حديث كاسمرك كان فضائش علمك وكجها الله يحول. وهذا وإن كان غريبا فله شواهد حسان غريب بها النقض لكن حولي هاي بلا حديث دور مخرتك عيسو حسناء مركز نواح وجي حديث هذا الكلمة الدارج كان حالي نصوم مرك الدراء. المفضلة بين العالم والعابد اسبر بردقى الاسبر بردقى يونينك عالمك يونينك عابدك يونيس اسكمد أهين وحكي وحال وريي بمعنى الروية حال الشيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى المسجد مساعدك وصوبانه يمد فرأى الشيطان في باب المسجد شيطان بكو أركي والباب كمسجد كتاغن إبليس فقال له النبي نبقى وحكول يا لعين مدك نحريست إله اللي قفوا قيئه ماذا تصنع يا لعين فعيل بمعنى مفعول يا ملعون بك اللي ماذا تصنع هنا هل كان معاد كهيسا ومحاكو كان مسجد كي الباب ديس فقال الشيطان وحول أريد حندوني أن أدخل المسجد مسجد كينا أنقلو وأفسد صلاة هذا المصلي وإن كنت كان يا سلادي سأنكبر يوم كهليه ولكن كنت أخاف أصي يشو حنكبقي من هذا الرجل النائم إن كان شيفا مساد كدح شيفا أي أنكبقي وصادر تدبن الباب كتاغنا هون قلي لا أهي مسادك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا لعين ولما لم تخف من المصلي لعنات كوكود عادي أما إن كان لعنات كود عادي ومحاضا وقعب سني إن كنت كاني لما لم تخف محدا وقعب سن من المصلي وهو في العبادات أسوى عبادة كجرة والمناجات مع ربي ربي لك وضعي الله فقه إلهي بريا هيا والنائم في الغفلة كشيفنا وهلمان كسوغي هيا وسكخورني كي إلهي هلمان سننا وان كعب سن يا باجر كي إلهي حسي يا ربي عابد هيا إلهي بريا هيا كما عب سنيات. فقال الشيطان شيطان كما وحيري المصلي كتكنا يحقنا كهي جاهل وأن قنطرا وإفساده صلاة سين لقبريا أما أسقب الدين كاللقاء سارنا سهل ويفضوضها هاي والنائم كورد عالم وأن أقول له فلين أغويت المصلي كتكنا يا دان رميون ضوف صدو وأفسدت صلاة وصلاة سين أنبريو أخاف من إيقاده وحنكبقى يا كتيفته سنتي سلته سيو يو إصلاح صلاة صلاة سين أوهاكاتيو فكنت خجيلا أي خجلا باكف يعني خجيلا اسم فاعل نوكينه وعقوب ولقى ونكسن خجلا باك ونكس لملا فكنت خجيلا مركم العب سنة يا أما يحيى حيا أنا هيو خجل أيه. فقال النبي يعني أنت دلالي وهول قبطي وصلاة بريي والنفس هذه وجهد دير بحيي هذا أنا لقد بتقول حسي عقت الغرفتي وأسكح الشونة يا وأسكح يحيى حيا فقال النبي نبي عليه الصلاة والسلام نوم العالم نك تشيف هردديسو عالم كتشيفه عالم كهردديسو خير وحيك خير بضنته من عبادة الجاهل جاهل عباديس انتهى نوم العالم عالم هردديس خير وحيك فضل بضنته ومضى يا آدمها بأورانته من عبادة الجاهل انتهى حديثكم مرك وضارتان وهوست وكوقبان عبادتكم محققة قيبتها هوري قصدها دير أيضو مرك موقوفة ولا مرفوعة ما ننهلين أما قيبتن دنبي نوم العالم خير من عبادة الجاهلية وحال لقوري من حديث سلمان الفارسي بإسناد ضعيف سيدو كلي وحال لقوري أبو نعيم في الحلية وكذلك أبو محمد البغدادي الخلال في ذكري من لم يكن له إلا حديث واحد بأسنا كشيغي طارقودني في الغرائب والأفراد بكشيغي الديلمي في المسد الفردوس سيدو كالي من سعود بالغوريا مرفوعا نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح ودعاه مستجاب أبو نعيم بأسنا في الحلية كشيغي مركة حديث قيبتة بأسنا مرفوعا من حديث سلمان الفارسي ومن حديث
ابن مسعود وقال له وريا بسند ضعيف أما قيبته هوري أيضا ما أن نهلين مركو حد عقرت أنت هوري إن أيضا لبتركيض مرفوعتها لكن أنا وأن نهلين أنت نمرك أن كبحين كتابك كتابك منهاجك كتب ضنبا وحاتكو أرقيسان أحاديث ضعيفة علومات الشيقيان أو أبواب كوكينيان منامات الريوين بالأركيسان أقوال السلف والصحابية التابعين بالأركيسان سان الغد والمر علومات وناي مرهاتيك الشانيان ويوه الشانيان وحدي بانيسان واركينين تاسنا وحي الله بانيسا قاعدة أصحاب الحديث وين القبرة رقوة مهم جدا بريها أنت مركي صوب بحين كتب ضعيف كي صحيح كلا سار يسوء كان ضعيف كان صحيح كان حسن حو أرضي وحقود عضي نفرة إن أيسن حديث نبي اللو تريبا أيسن تلعين أما أيسن وهشنين أما أيسن حرمين أنسو جوكسنين إلا لك العضي ما صحيح ما صو ضعيف تانا وفرنا مكلقا في ريدنا ونقبا كتشيرة أصحاب الحديث قعيدوا حوي بابكو هدي وسجين هاي وكتابك ربك أما سنة وأما إجماع السلف الصالح مسألة أي السجين شيء والبؤن له بصنين بين هاي والله مخاطق الشدة علمك إلا برتو كتابك القرآن كأحاديث إجماع المسلمين بقادة دقي طلب العلم علمك إلا هذه فدق يسيا قيمه يسيا هذه اللي أنتيس ولبك كتير القرآن كي سنة أحاديث قادة دقي مر هدي باب كي مسألة سيدا يوصق ناتي وحي أحاديث أما آثار السلف كاللقو وريي أما النبي اللو تري عليه الصلاة والسلام إن له بين إنو بين يعي باب كي إن له غشي قل له هشدو لما خاتيك شدو وطريقة السلف الصالح ننك خلافنا ومبتدع سن معها سيدا وإن له أقاده غزالي سيدا سوكو سعلا وكتاب قدر كيسان آثار فربضان أحاديث فربضان منامات ريوي سلف أقوالي حكموي عن بعض الصالحين وشيخ دلدلية شرط وحوي إن هذا الكني معنوه حنبارسي هاي وي هاي معنو شريعة ذي إنه أي أوقاش هاي أثر ريو قصو حديث بمش الوكاني معنوه حنبارسي كهالله يوحى شرطي مركز شريعة اللوبان ديغو إنه سنهين وح منكرة معناها شرط اللبادنا وإن الله بصني إنه بين يهي شرط صدحات وإن من حق فضل الترغيب يا ترهيب أدب يا تعليم زهد يا رقائق بابك وإنه كساب سنية صدحات شرط هذه اللقاء هلو إن لما قراتيك الشدو لإستشهاد سدو لوه الشدو لكينو للإتعاد والترغيب والترهيب والحض على الخيرات وحديبا بلا عند السلف الصالح بل بركود وحاكسوغا إن أولن شيرين وحابنا حديث ضعيف كإن لقول رقم احتياطا العمل بالحديث الضعيف احتياطا أما أحاديث ضعيف كإن لوري في الترغيب والترهيب في الزهديات في الأدب في المواعظ في مقادير الثواب والعقاب سواء أصل لقول حديث ضعيفة شيء كما واجبين كرتيد شيئا أصل مشروع هينا كما دي كرتيد سنة هي مشروع كما دي كرتيد لكن شيء أصل كيسي شرعي أها ومشروع أها ثواب دي رضو الله شيئي عقاب دي رضو الله شيئي ننكي كتاقة شعليسين عرابين بچين يا بقدين لغو بچين أيو هولها النوع عاصمر بعد حديث كساب سنة هاي صدح بعد كفيرين حقا نوصن سنين صدح بعد كفيرين معنى محمبر سنين ومعنى صحي هاي لابا إن اللهبين بين نمت كيسة صدحنا وكساب سنة هاي باب كوكا لوي الترغيب والترهيب عراب ثواب عقاب لا شيء لكن شرعية العمل لو ما سويكره شرعية العمل لو ما سويكره جماعة من السلف من أهل الحديث البخاري كمديانا وحانيدين شيئين يبقبان با جواز العمل بالحديث الضعيف ما أهمتك شديد وضعف قال الله سعود هذا موضوعات كما وحي نكاه الله إنه حديثك ضعيف كا إن لقول رقم كرا احتياطا بيكون تغير شريف بن عبد الله النخعي وذكرنا يسننك فقيها محدثك أثر فيه بعض الضعف أحب إلي من آرائهم بورنجري حديث ضعف كجر أيان كجعل هاي الرقة
يودادها وحلقوا من أنا إلى طهيدة وذاتك اللي يدعى علي بن عبد الله المدينة أبو الحسن صاحبه إمام أهل العلل البخاري الشيخ يسود قرن إسان والقداشي أن لقد فنن وحورن شري ليس ينبغي لأحد أن يكذب بالحديث إذا جاء عن النبي روح مسلم كأمها بونا حديث نبي كي يمدئن بينيه وإن كان مرسلا أي وإن كان منقطعا سند كسبها كالقعنا هذا فإن جماعة كانوا يدفعون حديث الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم يوم السبت أو الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه فكانوا يفعلونه فبلوا منهم عثمان البتي فأصابه الوضح والمقلع سنوحي إمامك وحيري حديثكم مربى النبي محاديل لقوري سنة كسنة انقطاع كتيرو إن لقر صدماء وإن لحرميه إلا قدريه هذا منقطع وضعيف عندها إلا حديث وذوقتي صغانا كمدة رقا صداقبة حوري جماعة سلف كمدة أيا وحي قرسن جرين وكتك جرين حديثك الزهري ومرسل مراسيل الزهري عند المحدثين والرياح وضعافوي شبه الريحوي زهري حديث كسم مرفوعة حجاء لكن مراسي شيسو وضعيف عند أهل الحديث حديث بوريا ونبي قوتر يا تابعي قاسو من صغار التابعين وتقرن إسان أم حشيقة يا نينك إستوبة مالين سبتي أما أربعة كد من البرس وكد اللاعو نفتي ساكو إيضو حديث نوع عصو جماعة من السلف باو حمر حديث كان ما دام وسن سند كيسو سنين مرسل لي هاي حبك دقي سن مينو أربعة يستوب يشرين وصبت يستوب يشرين وقدم وحقد الله عي برس ولقو امتحاني وحاكم إذا ها نك فقيها التابعي جاي لورنجري عثمان البتي الإمام البخاري صحيح حديث كأنس بو بابا يستي التلمام النبي محمد عليه الصلاة والسلام مالك وخيبر فرنا يي فرسك وكعين يي إن بيديس وبنى يي وفولن كيس الأركي وإيش أنس كل عضي كذبنا وحوش شيء تعليق حديث كي جرهت أما جرهت محمد بن الجحش ابن عباس أورنا يي الفخذ عورة بوجوده وعورة حديث كأنس تلمامي بوجوده إنا يسن عورة هاي صحيح سكوك كان وتقرن إنسان بالسند ونحو جيست حديث كجرهدنا في التاريخ الكبير وحلو وضعيف لا يصح صحيح سال بدي حديثكم مرة وحيري وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حديث كأنس بسندان صحيح سن عورة تلمامي بوجوده إنا يسن عورة هاي لكن إلا قلنا ما وحاء احتياضه الرون هي حديث كي ضعيف كأها التلمام إيه لها الفخذ عورة البخاري بقى في صحيح سيدة أقوله أخرية وحد كفير إنسان صدح بغطوات نكو رقم كأها حديث كأنا سمكو تخرج جني أبو حاتم الرازي أي أسوق حال لي حديث بو كان حديث كأل خراج بالضمان بو كان مركز حديث كاني لا تقوم به الحجة سند كسوى ضعيف لا تقوم به الحجة غير أني أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال حلو وضعيف سند كسوى الحجة كقوم ميسو لكن وان قرق موان قباب محايا لا صاحك في عن وحايا لا طيب وداد وحو الشاري أبو حوت الرزوة متشدد أبو زرعة الرازي باو حوري حديث موقوف ولقوري من طريق حبيب نبي ثابت المصري مثال البصري بوها عن عمر خطاب وآه سيدنا عمر هويني لمهيري أمان المهر ستي سنة أباريت نكاح ذو باطل بورنشري موسو قلنشري نينك ورينا عمر اسمه سو قال انقطاع با كتشرة مركز أبو زرع وأضم حتى أثر كاني حلو ومنقطع لكن أهاب أن أرد على عمر حنكهي بسنة يا قول عمر إنا نرديه ونؤقي ونمقطعي هاي سلف كسيداسي مركا آثارتي أحاديث النبي قال لوتر أما صحاب لوتر نيو اسكي إلى لنشرين أحمد حنبل أصوح حب قبيبة حديث كضعيف كإن لحج يستو قبي هدي باب كاسي وحكى له سكس أروري باب كي مستلذ وكه الله أيو هدو حديث كلو أيو وحن كاي مت كان ضعيف كا ضعف كي وضعه ما هذا وحج يسنجري وكل رقم يشري
كذلك أبو داود سنن كسائية رسالة إلى أهل مكة نوات قرنيسان قاعدة مركو وقاعدة عند السلف وإن لقوا برارقوه كتاب ضعيف بطنا وموضوع أحاديث ويروى وحكية وفي المنام بالله يا بيسا باب إن قاب كاسكو الله سعوده وطريقة السلف بيوافق سنتين مرها الدين مسألة أصل كيدي أدلة الكتاب والقرآن والسنة والإجماع يكتمد هوش وإن لقوا برارقوه ويسيدك وصبحين عور الشيخ ولا أفضل من علم يزينه حلم وحكا قيمة بدن مجره علم وقرحنه يد القاد يد الجنان أي وحوج إذا من عالم حليم من عالم ودين كيقان حقا ند القاد بدنه الصبر له وقكس له وحكا قيمة بدن مجره والحلم ميار تأسونا ترك الاستعجال في العقوبة حلم قنا وحوي ترك الاستعجال في العقوبة إن اللي قدك دقين روح إلا عقابه أول لو سيتر ديريو حنانك فراه اللو قبحيو لو دلقاتو كاذي بدنو ولو قول بذيادة دي جرتينو كلو ويو مرون أي باشو حد كرافطي با عقوبة للرداء اقتداء بالله سبحانه وتعالى ويشرع وصدا يتهايب هاتي رفع مكانة الشخص بالعلم. قال مسعود بن الزبير الأسد اللي بنيه حكويري انت انا كتقي لبا نقلي او قد يد قاعده اذن شيء قصيصه يا اذن شيء الى قمن وذاتك الاورن جري ابو زكريا العنبري هذا الكيس دغيسته والخبر اذا ورد ولم يحرم حلالا ولم يحلنا واسلك ولم يحل بققر مطبوعه ولم يحل حراما ولم يوجب حكما خبر بالنبي محمد كيم اللقوري والروية عن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم بالليل شيء حلال أها محرم يا حديث كان ضعيف كا شيء حرام أهانا ما بنينا يوم محلل أيه حكما إله النصارى ما واجبين أيه وكان فيه ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته ومن أهل الحديث الكبار ولذلك وحور المركة باب الترغيب بكساب سنية وحش رعض أي كهذا شيء بكتش علي سينية حمان إيا حرام بكاب بچين إيا كاقد ديقية هول بكوكو أتكين إيا هرام بمشروعاء هاي شيء إلهي هرام بفوذي بكاد دبعين إيا وجب الإغماض في إن لغين اللعباء واجبة أون لدهين لقاذا ما يون لطورين والتساهل في الرواة رق ورين اللوض القاتل إيا اللسعوتيو لما قاتل قشضو وركا واد مقاشي محدثك ابن عبد البر اجمع ابو سوقوري باسو محيري واهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل وانما يتشددون في احاديث الاحكام وهذا الكلام عبد البر اهل العلم دمانتود ويسكفوا ليستن احاديث فدق يا ثوابك ايه وعيدك ايه وعدك كهليس وحين كوريان راوي كستو ضعيف كوريان شرط يجيب وجهه عن كل مرض متهم بالكذب يا هاي اما كذاب يا هاي صوب معنا مالا ولا اسكتوا راي شرط يجيب عن كل شيء اياه ماشي كتشرا وحي اتكيان وسند كباران احاديث الاحكام وحلال وحرام وواجب بسند كباران شغل الاسلام ناسو حيد هذا اذا لم يعرف انه كذب لم يجوز تكذيبه مرقوباب كاه الله حديث كهدان الله بصني إنه بين هاي بين أبور النبي قال قبنا أبورتي إن هاد بيني سكوما بنان لأنه وح احتمال له إنه النبي كسوجي هاي حديث كي أتقانين في صحيح مسلم يغير كي بنا أمهراتك عايو من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين نينك يجوري حديث وفلي إنه بين أما الله ما إنه بين هاي زكا كو يقول بين أبو رطيب وكمدي هاي حديث كأن لفلين إنه بين هاي محمش كجرا مفهوم مخالفة حديث كأن لفلين إنه بين هاي يبين أبو رض إياها فر نبغى للنبه هايو وحاب النام وين إلا وريه في الأبواب حديث كتكفى ميسان مركز سلف كمركز باب مران سيدود بأدلة واهستان إما شيء لا يضفوا ليا قال مصعب بن الزبير وحول لبنيه ولش حكويري تعلموا العلم علم جبرت فإن كان لكم مال هذا هنتي ليال هيدين علمنا أذبرتين كان العلم لكم جمالا علم وقروحي بلعب ويدين ترى هيا أقول علم جسني ذبرت كو خسارة ما يساوي لبقو ربكم ما خسارة إذا علم جبرت
هداد هنتي ليديهين ومقع الدنيا ليديهين علم نبرتان علم وإذن بلايا وإذن قرحنايا وإذن رميستري وإن لم يكن لكم مال هديث هنتي أيضا لهين كان العلم لكم مالا علم قاب مال إذن نقنوا شقات كه ليسان ووالدين كحرمين سيارة كه ليسان وهؤلاء نظنوا صمالنا معنو أجدنا وحوى إمامك أسقى هنتي إذن نقنوا كفتو ميسان غنى إلهي إذن كسين رغم كعلماء ديار ليسان الدنيا كالزاهيد ليسان أسقى إذن كفلون معنى هاسو أجدا قال هشام بن عروة بن الزبير سيدة صوابك به با أترك إسكاله قال عروة بن الزبير با صحة مصعب ولا لك هشام ما أهننك أثر كله قال عروة بن الزبير وحيلي لبنيه عروتس وحيكو أورنجري تعلموا العلم أثر كان ضمبي عروة بن الزبير هو مشهور عند السلف الصالح داري ما كوري في مسندي في المقدمة بسند صحيح كذلك محمد قتيبة أبو عبد الله بن قتيبة كتاب جزء عيون الأخبار بسند صحيح وسنكو ورياه داري من شنبق وتضبات نكو مسند كيسك في ريح أترك عروة إسكالي مركا السجى هشام وحورجل كان عروة يجمع بنيه عروة بن الزبير ويلشي ورانيه بالناب سوء رنجري مركا سحكور رنجري يا بني يتعلموا العلم فإن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار قوم آخرين وما أقبح على شيء يسأل ليس عنده علم ساسو أورنجري تعلموا العلم علم جبرت فإن تكونوا صغار قومكم تلكن هذا مانت أويريتون لليرتهين تصيروا وحن قندون تنكبارهم مستقبل كدم بيدين كوايلكم مدة أطين لأن قونا يه أنت ذرتين لا أنت النقيين تايدين كبرت هذا وايل بدن قندون تان وأنا ليدين بهندونا أثر كي أنت سوكوا وركن دم بينو غزاي إلي هاي بان فيليا أثر كأسل معنيه معناها مشهور كأنا يا بني تعلموا فإن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار قوم آخرين وما أقبح على شيخ يسأل ليس عنده علم سداوي أثر كمحفوظ عن عروة بن الزبير أنت عندما بحنوما إني تاي تعليق غزالي أبي حامد ولا تحسبن مع نفسك غنى ولا تحسبن نفسك غنى نفترض إن هون تاي وتنات هاينا هاوقا ظن من علم من أجل علم بحال علم الحالة أقاتي فرض عين أقاتي إن العالم كتاي كان الدقطون تي وحبر شديها أقا ظن علم الحال كي علم الكفاية هايو علم المستحب ككل إن أدبرت وضبا أنتايو ولا تحسب مع نفسك غنى تحسب أننا بعض نصغ بقرية هفلم وإن افتاض إني علمي كالدقطون تي من علم من أجل علم بحال علم الحال وضبرتي لأن ونقص وقيب من علمك أنت وقيب سميه إن أتكد يقتن تهو قال إن علم شيء سوى فائدة كمان بارنت إذا بروي معناها بنا كل كفها من وجهه إنك قد معناك الذين بغضوا خير ومما حكي وحيا به اللوري وحكم ذا يا عبد الله مارك كوس وجنبه أنه قيل لعبد الله مارك حلويري لو أن الله تعالى أوحى إليك هدي ربك هو وحيوده وهو الشيخ كو الشيخ أنك تموت العشية قلبتها لمن كو يدهده ماذا تصنع اليوم محاط ثمين للنسك هوري قلبتها نفط اللقاء قادها الدين ربك يكو يداد عبد الله يو محاط ثمين لها نسك هوري قال عبد الله يحول أقوم وأطلب العلم وأن استاقوا علم طلب العلم أمرقاقها هي لأن عبادي علمك هوري محاجرة لأن الله تعالى أعطى للنبينا إلهي وحوسي النبي جاي محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء وحول بوسي ولم يأمر منفر إلهي بطلب الزيادة فيه وحو البون نعمة رب أقل الرسول كأنه شيء اللي يلي إلهي كعط سئل لقوكر لينا مجره وأعطاه العلم علم قسيه وأمره بطلب الزيادة علم رب سيئ رسولك كدمنا وعلمك ما لم تكن تعلم أنك زوم مري وحان الله أمري إنه إلهي ويدي سئل لقوكر ليو علم زيادة ودرال الله سيئ وقول رب زدني علما ويدنك زوم مري لما مر آيات القرآن كذا صمر تنبؤ شيء ذا إذن عبد الله مبارك الله سول الله مري سؤالك ولا جو يدي مركو سيدا يدي وحيري وحاب الله جي يا با حال واحد علم صبر طي إذا أنت سو دي ميوسك وقف في الليل ما العبادة ولا غاق حيري كلمة دي إلهي هو أنفع لها إن أنا ولي برنا باب الله جي يا با أنفع إذا استو عصر ككهر أنت نفط الله قاد مرك علم وحد ما له نفطه ذيك أبو حسوك وش الرقيسه بس هذا فائده يسو وحي علمك قيم بدن مجره فضل العلم على المال
مال هنتي علمي كيف فضي بدن وحلا ترتنسية ما لكن وحن بالاس بربر دقاه وعن السدي تابعي صغيرة السدي اسماعيل عبد الرحمن من المفسرة أنه قال وحول العلم أفضل من كنوز الدنيا علم كون أكسن وكقيمة بدن الدنيا ذا كيدت كذا لن يوحي مال بنادن مال دكتور فإنها تنقضي مع الإنفاق الدنيا ذو وحي كل ما تا بحنت تنقضي مع الإنفاق شيء الدنيا ذات بحسود دي بتوار ورماني والعلم يزداد بالإنفاق علم وانو حكو كردا بحنت وبكو كردا هدي اللي بحن وآيانا وديبي ويدانا وبكار لما إله الجزاء من جنس العمل وإله بكو امتحاني أسباب لحا أيا جرتو روح علم الدهر ديكتا أسباب لحا أيا وحي كنتا إن علم أدبران ويدو أما لغو عقاب وعلم الآن سبب كوبات وترك السؤال إن علم يوحى جاهل كأهي ترات تطد علوم هذا ويديس وننك حرف كقول دام أذوح ويدين ويدو أقون درها لقد أحلاه قضب كلابات وسوء وحوي عد وترك الإنسات وإلقاء وإلقاء السمع ترك الإنسات عدم الإنسات إلى العلم عدم الإنسات وعدم الإصغاء إلى العلماء إن هذا كاري عين ويدو مجلس كي باتجي قوبتي وحلقة برية باتجي سيف عام بودا جيسان ميسيت ترك الإنسات وعدم إلقاء السمع إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ترك السؤال لمبركو ما بدل بيسو مرة هذا نيسيت وحيشة ما أورن نيسيت وهذا هو ويدين ميسيت طلبات دقي سلاان سفير دون يدقى ودن بكو دقي سن ميسيت مدى صدحات عدم الفهم وهذا دي بضح ويدين سفع عن بضو دقي سن فهم ميسيت ما بفهم يزيد بقى فهم جو حكودي ذا أضاع قرني مشغول كلاكو هيا قال بدنا نسي دنينين أما الدبين بطاي بضبش ذا لكن أو حكو عشانين دبين كو قاب حلب ولا وحكو أصلا هو كقاب بتبال مدى أفراد وتنادى الله شيء وام حي عدم نشره وتعليمه عدم نشره وتعليمه واتقانا واتبرتي لكن امد ادو ما بريست امد ما بريست وباب قوني انو كنت دونا ينو كتك دونا وسا كدين دونا ما قرنا ما فلا ينو كيني دونا باب انو كيني دان فلا هي باب هو شاكا قال لدونا مركو قيبت قدام بيس ادبت انو مرين علمي اتبرتي وحيابه وكوكو فريستو وحاكمي ذا اناد امد برتو حل إسسارته مثال إذا صواب بعده قد بيسو سيتشي ديسو صدرت واحد علمه ذو علمي جو حلقو برتائنا أنت تقانا ديبتو وإحكام غنا أثراديس البذل لما تعلمت وطلب ما لا تعلم أنت أذكرتين ومضى أشي وإحدا قرينا ذو جرات سو قطب كشانات علمي كينا إناد وكا أو كابح صدق ما أقول يلز وعدم الحفظ ما بقى بنيس دقيس يقرأون بالكجرتة ولي جابه ما حفظ مطل حفظ ميسد منظومة حفظ ميسد كتاب القرآن كحفظ ميسد حفظ جيبه ما شو واتكسرت نمان علوم تو حك حفظين وحب أصع الماي صاب كل حدا قدام بيا وعدم العمل به عدم العمل به إن أذكر رقم ويده ترك السؤال ترك الإنسات سوء الفهم عدم الحفظ عدم نشر وتعليمه عدم العمل به لحدا سبب وحي كينان روح أقون ضري دحلسيان سبب كاد وقال وجدا فإنها تنقضي مع الإنفاق والعلم يزداد بالإنفاق علم حقوق الراء إن لديبه ومد الله شيء لبحيه نك علمك كوب خيلة إلى يحكو عقابا يا أقون ضر تقدم باكودعي وحبا أسكتر تري ويكم ذو بان أوفر سدا وذا ده دعوة كل حجرة ومضى وحو آخر إيه ده عليه وحون وذا علم ذو واقردا نك باشو نينتون كوجودن بيزينة ويبكد ورتيبة إن الحرت كل حجرة تود نك الحكور أن تعلق بيسود ضو كرسوت أقون تقيب كم ذوي علم يلهكوا إلى النية
أو شيء لما وجان. وإن العلم يحفظ أهله من كل آفة علمك وحكر وراك إلى ليددك علمي قال من كل آفة مصيبة كست. والمال يوقعها في الآفات. مالك ناسقها بكورد آفة بلاية ساوك هلاقي. وإنما مثل العلم كمثل السراج. علمك وحوت سالي ولا مدي هاي فينوسك على الطريق تال جت فينوس أما توش أما لامبطة لجد برتنكي يقتبس وحقدم بالقادن ويستفيد كفائس من ضوء ضوء السراج فينوس طائفتين كذي إف كذا الذاهب متك صوص عدي والذاهب كالتقي والجائي كإيماني روح صوص عدا كصوص عماشي فينوس تالي يكدبده أدوه كالتقي بإفتين كذا وبحسنية ولا ينقص أصلا اسمنا رديم علمه هدي الله بحيون أسباب تي لسك إلى اليوم سقب بين الله وعلم أبو الغزالي يدي أن الناس اختلفوا في العلم والمال تذكر حيسكم ما نافين علم يا مال كيبا في عن قال بعضهم بركض وحيدة هذه وقولي أهل المال الله جاي باي عفوا علوم دي وهي العلم أفضل من المال وهو الصواب علم كقيمة بدن هنتدا وقال الآخر كيك لو حيدي المال أفضل من العلم مالك كون أكسن علمك فتنازعوا فيه مسألة يسكو قبتين يتفضيل كاس يسكو من رافين حتى بعثوا إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أفر درين إلى أدرين ابن عباس أدرين رسولا ننفر وضاء ليسأله عن ذلك سوء ويديه فذهب إليه رسولك عبد الله آذي وسأله وانا ويدي فقال عبد الله وحيري اعلم أغنية وسؤال لسو ديبي أن للعلم شرفا على المال علمك شرف يديراد يقيمة كله مالك من سبعة أوجه تضب وجب علم وكغفي عن هاي مالك الإمام نقيم مركم مسألة كهلا يا صغو سي لقفتها أي أسو قلي بابو كهلا مركز وحيري أغو علم وحققين بدي هاي مالك من أوجه أفرت وجب تري أربعين وجها من البديل كذلة تضمن مع واسك مثال وي أفرت سبب وعلم وكافي عن هاي مالك ومع الدليل بوكاني في مفتاح دار السعادة طبعا دار العالم الفوائد كآخرين مجلة الكوبات صدح بقول لحذني أفر إلى صدح بقول سديتني أفر لبا تنبج بكشر حي قد يضع يضع مرك علمي يوحل سبربر لغو إيه هنتي مج ما واحد لسبر لغو ما لكن بن آدم بوحون سقرب لغي بنا نسكت لغي سنة كو تدبو وجبك كفي عن علمك ومالك متك إحداها تدبو دا وجب متك مدى وحاوي أن العلم ميراث الأنبياء علمي هو وارد حالك أنبياء ده حديث بانا كنت ما تذكرنا علماء ورثوا الأنبياء يهين هدي والمال مالكنا ميراث الفراعنة والأشقياء مال لو حال قد حلا فرعون ذا أدونك كو كبري كو أيان كدرنا إنك ركود عضي أهل النار كألا قد حلا علمنا يلا قد حلا أنبياء علم أسل كيس أنبياء لقد حلا نبي آدم بكب الله بطي نبي قال وختمي علم الدين يا الله كبرية إن أرك جبت بعد الجنة أتكون قلي ودحل خاص وأنبياء الله قد حلو هنتي هذي واحترى يسنا فراعنة الله قد حلا يا أشقي هذا هل كان مركم مرة من قيم أفجب سد وحيري والمال ميراث الملوك والأغنياء ميراث الملوك والأغنياء ماشي يري غزالي حكاية عن عباس من هذول الفراعنة والأشقياء دب ملا المهم مال أهل الدنيا على قدر حلا أهل الدنيا الله إني كفقين بأصلة علمنا وحال قدر حلا أولي الرسول بلا قدر حلاوي والثاني وجه الله بعد العلم يحرس صاحبه علم الروح سو إلى يقفك علم ودورة آفات كبلايا فتن ككفر دين لأنتك إلى ليا وارديو بكاي هاي والمالنا وصاحب المال نينك مالك إسكالنا يحرس ماله نينك مالك ناس ومالك سكاوسو جذبة مال إنا دورته نفتك كغاب حد أود دفاع أود كل ما توك عربة حكوا ذوبك أقدق بأزاي كدلي علم ناساك إلى عين لي مركن شيء أدوا كل دور هاي يا شيء أدوا دور نفتك كغاب بحل الأسماء بربرية كرو والثالث معناها سويتش كاس سيدنا علي بوكسو جاي هاي
أثر كده رأي كميل ابن زياد النخعي ورني عن علي علومنا شرح الجرير ودنا إذا سنت ضعف في كجرة نمنا يحوجيان بقضية قط مد ومسيدنا علي بالجورية. والثالث أن المال لا يعطيه الله مالك لا يحوصي تعالى كرة لمن يحبه ولمن لا يحبه مال يهنتي الله وحوصي أحد وتشعلي هاي منو سنشعلين بواسية قال لي مسلمين بهنتي أنت واليه فاسق يا عابد به أنت والي إذن قيمة مالها هو مال ولا يعطي العلم أي النافعة ولا يعطي العلم علمك مصي النافع ومضى واحترية إلا لمن يحبه علمك وناكسن علم الشريعة النافع عملك ولوسع إلى وحوصية قف وتعلي كلية أما مالك مثك أدونك وقوك قال سنيه مثك وقوك عبادة بضم بوالسية مرك إلهك تيس حرمة كمال الحديث بان معناها كوي مت حسن أو تقرن إيسان من حديث عبد الله المسعود. والرابع وجه كأفراد لا ينقص العلم بالبذل والإنفاق علم كما قاسره كما نما بالبذل بحن والإنفاق يبت بل يزيد بهما من بهما وكفر له علم جناد بحسود ديبتو اخريدود هدي هبين بت ادمدو اخريدو وكسي كردا وكدرا با اسو. والمال ينقص بهما مال كنا بحنته وكبابا اللهم ان لو بخين هيو ميل خير ومركا حقا بركدو كغا تيما دمويه سيدنا علي باهو شال تركدو كسوغنتاي. والخامس وجه الشناد ان صاحب العلم لا يموت روح علمي قاله مقعيس مردنته لا يموت بمعنى مقعيس مهره ولوانو لهاي. ولذلك فقد وجدان والمذاهب لا تموت بموت أصحابها. الإمام الشافعي مذهب قبل ما نكون ولا إلى أمك والغرق مهيا والله فطوضا والله عز كذا وأسود تاقن يا شافعي وحجيري أبو حنيفة وحجيري أحمد وحجيري الله تاقنت شيخ الإسلام تيمي وحجيري. طيب أن صاحب العلم لا يموت حقيقة وإن غاب عن الأنظار علمه ويدون تاني مردن تان ويمعنه ماشي كتشرة علمه ويدون تاني مردن تان مرك والد في عن ماشي كب حين إلا تعلي هاي نينك إسوال هاي ورن هاي نينك ماشي سوى إذي استاغ هاي محيد هذا الصومالي محيد هذا ولالك ودون تاني مردن مني أنا كتشوغا هبل ودون تاني مردن مني بمعنى إن هذا من قبنا إن وحقو قبنا لها أنا قا أتاقون معناها مركز عبر اسم حالي أبو صماليهان هي بالورد وانت ما دي من بالي هذا معناها سكا الله يا وجهك الشرع. أن صاحب العلم لا يموت ولا ينقطع عمله عمل في سنة مقعه إلى يوم القيامة ومعه عمله أبدا عمل كل سمين جريبا أصعون إياه ولقيبا حديث أورون زاد أو علم ينتفع به فربضنيت أياك غفلا علمي الإمام البخاري كتاب كسي كوني دور بقول السنة ديف سنة إنا نبي محمد كوني أفر بقول بنا حديثه وضعنا حكمة هي علم قد حلك قال روحي كتك إلى أدونك اللي قره والله بحسنية إذن عامل كسي بقى أصعون إياه خير كي بقى أصعون إياه. وصاحب المال يموت هنتي لأسوا وارد انتهى وينقطع عمل عمل كسنة واقع ويبقى ماله لغيره هنتي دي سنة وحيوها رعيتك لأ عيدك لا دف سنب ما لقى سكوك ضمبي نك عالم كان أسوق ورد وانت مرد انت لكن صاحب المال انت انه اللي هبو دق دق لي يكدمنا ألوك لا تقا عيسي ولا دحلي ولوك لا تقا وحو بحسن كلية وحو آخر قيستي وصدي علمي وكلا أما صدق جاري وكتقا. والسادس مدك اللحاد أن صاحب العلم لا يعذب في القبر ولا يبلى وش كان دليلك يسمهلن دليلك حجنا يا سع خاصة مهلن معنى قوة الدلوجة واقوني أن صاحب العلم إنك عالمك لا يعذب في القبر قبر قال مع عذابه ولا يبلى من باليوبه لفيه سود أورك يعرض يعيد معنته. وإن صاحب المال وأن صاحب المال سوما أسوي يعذب في القبر ويبلى قبر قال عذابه يا ونباليوبه يوم الدكول لمديا ودقوبه ورمانيا ضدك أن قبرك لقوا عذابين إن نصوص تخاصك يكتمد مد علمات وكما تشيرال نصوص تخاصك يكتمد لكن معنى قد بان لقى فهمك ضدك خاصك معنى قد لقى فهمك ضدك إلهي كعب صدا
أهل استقامة أهل العمل الصالح القرآن كوحوت المامي إن يكبت باديان من فتنة القبر يكبت باديان أحاديثنا وحكتمد ننك سورة الملك أخرية سورة تبارك هبين والبا أخرية هدور لنتو عذاب القبر فتنة القبر ما أركو علمون هذه سورة الملك إن تفسيران إن يكتب كذان يا إن الدريريان وأخريان أنتم واصم يوم نص خاص وكل من علمنا يعني على القبر لما رنين مهل لكن أدلة قد ولا فهم كراه شهيد كأيو مرابط كأيو روح علوش أردن تي الشبن كأردن تي أيو ضد كنوع عاسة هي روح مال جمعة مهبين جمعة قيريو ذي أيو ضد خاصة نصوص ختمت لكن عالمك عذاب القبر شغل كمالها دليل خاص ومهل لكن أدلة قد بلا فهم كراه والسابع مثل تضبط أن صاحب المال يسأل يوم القيامة إنك مالك إسكال مالك آخر وحال ويدين عن كل درهم شلن كستال لو يديني من أين اكتسبه حقيتك كينتي بالعران وفيما أنفقه حقيتك بحسيب بالعران ويحاسب عليه ولو لا حساب تمي حلاله حسابه وحرامه عذابه نصوص بضم قلت من معناه سقاء وأن صاحب العلم له بكل مسألة درجة نينك أسوق الشيلين والباء حقيتك كنتي حقيتك بحسي يحساب بأتالي نينك أن حرف قصدي مسألك السوء فإيسو أجر باب اللغة قرية وأكل التقيل وكل حرف حسنة انت أسيني حقوق زيادات هذا المودة ونصدق قد قوية أي سحينه ولكل حرف حرف قصدي من حروف القرآن عشر حسنات حرف كستو حروف القرآن كواخرين كميدة وحكيه لها طبعا حسنة نصوص بات المانتي حديث قد قرنا إنسان لا أقول ألف لام حرف ولكني أقول ألف حرف واللام حرف وميم حرف باتوصي معناها قد لكن تفصيل كان ضد ظهر كو أخرية هدو ظهر الآن كو أخرية كالدوية ما ننهل إن قرأها دو كو أخرية القرآن على غير طهر وحكيه لها حرف والبوح اللي قول طبعا حسنة وإن قرأ على طهر ويستقبها دو كو أخريانا وإن أجينا إن كان في غير الصلاة هذو الصلاة كجر فلكل حرف مئة حسنة هذو الصلاة كجر قرآن كان هو آخريو ظهرنا أكو آخريو حرف كستوحى لو قر هيا بقول حسنة وإن قرأ في الصلاة ظهر أكو آخري في الصلاة قد هيدنا أكو آخرنا هيا فلكل حرف ألف حسنة حرف كستكون حسنة كهلا هيا كذا في منهاج المذكورين في منهاج المذكر مذكرين أيتان في الأيا كتاب تعانك كوا منهج المذكرين بالي هذا وجامع يدور كتاب كوي مدو حلق غزايا القري حلق قدم بي حلق كوري لكن منهج المذكورين كتاب لا يداد مهل وحان أرقنا لكن كتب لا يداد منهج المذكرين تذكى اللو أمد حسوسية تذكى وانية مذكرين تاع طريقة ذي قادة لها هاي برقوا دعي كرتا ماشا إن حو تصحيف كتشره المهم نوحو السماية بحساب لقد دوني يعني حرف قرصدة بأجر لو قرهايو اسكم مال ممبر كرام وي سعادة أهل العلم في الدارين ونعم القول ما قيل هذا لو حوقي ما بضان متك الليل ومعوها العلم أهل العلم في الدارين مسعود والخلد في الجنة في جنة الفردوس موعود والعلم عز وأهل العلم محترم والجهل ذل وأهل الجهل مطرود أهل العلم تدك علمك إسكاله في الدارين اللي بدأ دار آخرية أدومبا مسعود هو الليباني نك أهل العلم هو الليباني ومسعود سعيد وي. والخلد في جنة الفردوس في الجنة الفردوس إن لقوة رجنة الفردوس موعود والله بلنقاض والله يبوه والعلم عز علم هو شرف يميقان يمقع وأهل العلم محترم ذاتك علم الأوال قدرية عند الله وعند الرسول وعند المسلمين والجهل أقونترون ذل ودل والليدنان وأهل جهلنا مطرود من الأبواب تذكر الجاهلين تانا ميل الدنيا والله في جن آخرنا وحومي يلوي شافع وحور الجهل وحا عيب وغفلا بعض الصحابة ولا قوي رياي جهل وحا عمبارين دلع وغف نو البول وشغل نو كحناقا نو البول جهل لو تيري نو كعرر سكتكون ماني وانا قانا علمنا وحا شرف وغفلا بول نو البول شغل وانا قانا عالم بانا هاي نو والباشا يعني محل لو هذا شيء هادوس في عيني
جهل هذو صنبعانين محلق وضع عرري وحتى الجهل ذو قع عرايا نول بين لذا جهل بات يا قن ترى كويس وكحن وصنا ما أقوله هبين كسي حن ما هي لكن حقوق في عن تاي وباب الكعسنية وقيل وحل حياة القلب علم فاغتنمه قلبه وحكون نور هذا قلبه وحكون نور نورش قلبه ونوه وحوي وعلم فاغتنم فايديسه وموت القلب جهل فاجتنبه ونوه حكود انتا أقوان درده كرديرو وخير الزاد التقوى فزده كفاك هذا الوعد فاتعذه وخير الزاد صحيح وخير بدن التقوى لك عبسي إيه فزده كردي خير كاس أما تقوى ده كردي كفاك هذا الوعد وانا دانا كوفلا إيه فاتعذه كعبر قادو كوانا قادو وانا انتا كوفلا شيء شرف يدل الاسماء يدل الاسماء برديكر وقيل وحال ليدي لا تحسبن الجهال احياء تدك الجهاله دي اقون تدارن همود ان نوليه بل هم اموات وضد تيون في كجرين وثوبهم كفرهم مريه يقبان يقميص يقبان با او كفن با ايغا مود ان نوليه ميد سعدوي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان وحلقه وريا ابن مسعود موقوفا موقوفا سوى موقوفه يا لوريا جماعه من اهل العلم وريا سوى موقوفه لكن عبد الله المسعود وهو عان كوها انه وقفي احاديث النبي محمد مرفوعه رقم كيساس وهابا نادرا ما يسند ويرفع انه حديث كان رفعيه والنبي قال يري هذا ادو يران جرت ونديد جري مركا احاديث موقوفه عبد الله اللي وريا بدن كانت مرفوعه ساسي أهل الحديث كشيغان ينبغي على العالم أو موقوف هنغض من فتوى المسعود أو مرفوع هنغض باب كي أنقلية ولما أنه بسنين وي إنه بين يهي مركا إلا مرة دقة الشهدو وحدي هم بلا ينبغي على العالم عالمك وهبون أن يصوم إنه صوم إذا الناس مفطرون ننك عالم كاتتك إنه كدوين يهي كعبادة بدن يهي إله أقدو يهي وحلبو خير أساق حق يسا لو تيرش الله ربا أن يصوم إنه صوم إذا الناس مفطرون ضدكم مكيس أفرين ضدكم أفران إنه أسوق الصوم يا هيبة كهبون نك عالمك ويحزن إنه والبهار أوتيران يوضو إذا الناس يفرحون مركي ضدكم فرحسين بردو دم هيان أسوق ما دم كأقوم بدن يا هي وحلب أجران أيه وإن أي مروك موقت تيران كون فرحسن وعبصدو ربي أسوق كبقو حساب تمو ويبكي انه ويا هبون اذا الناس ضاحكون تدكم مكي قسليان ويصمت انه امصو دبنه سئل عليه اذا الناس يتكلموا تدكم مكي دروريه ميا ويتوحد انه عضد يمالها لو خلوي راتدو ايا هبون اذا الناس يخلطون مكي تدكم صدح تيم بدان اس دهايان ايغو اي اس دنباجينيان وحلقا مخالطه يدك ان لا دهو اي سن فيعنين دم بينو كا كردمي وخبا دا كفايدينين لكن مركع خلطته في عنته مخالطته أيضا كون أكسن عزلته أثر كأسوه من سعود موقوفك وحكوي وبورعه إن لغوكر تحلال ميرت كيسة إذ الناس يخلطون مركع ذات كوحل بإسكع عنا هيان وحل بإسكع قادان هيان إسكع حوله هردان إسكع قادان هيان أسوه إنه حلال ميرت وحن مبنانا كان شبه كجرت كوا كشك سن إقد وإيد هذا ماشي عامل وحل با ماشي بيع بالمكجرة سوغا كور رمحيوغا وبيع والقال أبيل كبوت عامي وركيوي عالم كونو كاتدو كفير صدو وحو هبؤون يلا دوني فلم يرضى عليه الصلاة والسلام نبوه كمرة لنقل أن يكون من علم إنو نقضى إنك أقونت لها وفهم الدين كفهمي كمن لا يعلم ولا يفهم إنو الله طول نقضى نمان أقون يفهم من الله نبوه كمرة لكمان مرعو قلاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد زهدا لم يزد من الله إلا بعدا من حديث علي بالقورية سواء مرفوعة من حديث علي بن أبي طالب عند الديلمي في الفردوس سواء موقوفة حسن بالقورية حسن علي محقق وسط حكولة هاي سواء موقوفة حسن مرفوعة لقو مرفوع مايا موقوفة يماشى اسكو هذا وروى من حبان في روضة العقلاء مرفوعا بهوس كل موقوفا بصحة حسن علي سواء موقوفة لقورشة علي بقى سواء مرفوعة لقورية كلي من ازداد روح كرسدة علما أقون كرسدة ولم يزد آن كرسن زهدا كفغاشاء الدنيا يا آخر وجدت علم وين وآخر كتش عليسيو أدون كان كن عبيسيو آذ إس أروريسو
نينك مركا علمي كرسون أدوية كالزاهدين لم يزد من الله إلا بعدا إلهي فقاشو بك كرسضي فقاشو كرسضي عبد الله مرقو حوران جري سبحان الثور وكسو قنطاي علمي عالمك وطبيب هذه الأمة نينك عالمك ونخترك أمة اللي حونها قلبك الداوية العالم وطبيب هذه الأمة أمة عذر كذنه وامال نبقى بالشيغي فإذا اجتر العالم الداء فكيف يداوي غيره بأورنجري طبيبك عالمك ودكتورك أمدة عذرك دون ومالك هدي عالمك عذرك بأسوجيته وأسوء حنون سيء جريا هاي ودوية كادوية جعليا هاي وكاحول رادن بدنيا هاي وأدوه بكادرنيا وقرية لعق بي لو هدي هذا ويصور دكتيري هذا ويصور دكتيري سيدي أقول لولا هلا شقيستو يا عامد اللي قدره سيقي ردتك الأود داوين أضاب بوكيه داود هذا يبكوت ما حي داويزا داود قل لي وح لقول داود هذا يبكوت عذر قاده إنه يكد شم وهي محاد كفايد عالمك وحال رامرك إنه الزاهد هاي عابد هاي حمان تاني شبهات كان سوق مد وقفق هاي صدتك حانوس قدر يا مؤن الداوي أنواع العلم وعلم حد وقاطع علمك النوعية دي سا وعلم حد وقاطع أن تحصيل العلم على نوعين علمي هو حلقوبر تحصيل العلم أي طريقة أخذ العلم علمي طرق اللقوقات اللقوبر التلقية علمي قال قالك كل ما علمت اللقوقات قام لبوا وجب اللقوقات أبو الشيخ قولي لبوا معي إن الشيخ خد الأخراض علمي هو الشيخ كذا جيسته إن الشيخ كذا جيسته أسوق أخريه طريقة إن الشيخ أخريون كذا جيسته وطريقة الصومالية بس إليه ذا يتشادية ملاير بالغشجة طريقة عالم العربي والعجم أبضوام حيوان وأرض يقو أخرية كتابك الشيخ هنا كده جيست لبضى طريقة منه بفايده قونا إليه ده طريقة أرض يقونا كتابك أخرية الشيخ هنا ده جيست الشيخ يؤفي عن تاي في كل دقيقة وجيل كبرى رقية مركو أصوه إلا وفارق البال وده جيسانا وده جانا يا أرض يقو وحو الحمية وحو إستاق وحو الجبيو يا مسألة ماشا كبا حيسا الشيخ وحا أرهن أرض يقونا عشر كأخريه مدك الله آخرين هاي مرك مدك شيخ آخرين هاي أرض يقول في عنده أنتو شيخ مسائل كوضو مدو تعليق صدو مدو مالكو قبطو ماله شيخ كيلضو حتى أسوين وكبر أروجو هذه يقول مرك هذا وقت دقي استت هاي مرك هذا دقي استت هاي بعد كفي عنده هاي مرك هذا ملقي تو هذا وقت هيد شيء اسمه معرف تو هذا وقت بندق اسمه الله بدو إلا سكوت درنا في عنده بعد سلف بعد جمعين شري وكتابك مرنا أرض يكده قيسن شري من ردي جري آخرية الله يقول الآخرية من رأس آخرية جري وعلم حد وقت أن تحصيل العلم علمي هيرجلين تسوق على النوعين لبقى بالغقاتا كسبي وسماعي إن أذوق الله تمادي إن هذا جيسته كسب وحكوة ومركات أذوق الآخر نيس مكان أذوق الآخر نيس هو كسبه والقراءة على الشيخ وتأو تقانين عرض هذه جرت مكان مريزان مصطلح عدم رئيسان سماعنا والسماع من لفظ الشيخ تحديد كي كانوا تقانون والكسبي وحرشه هو العلم الحاصل وعلم وكهر قاله بمداومة الدرس درس درس قول لك دراسة قول لك الدرس هو الدراسة هنا أنا أضغو أخرضه والقراءة عند الأستاذ والشيخ أكتسا كو أخرضه كدو الأخرضه كعل علي ماش عشر كوكالاكي كبلو ماش شيء اللي قويس تاكا سيوت كتاب قصو النقو كتابا ويران صدح قور آخرين ما فهم يزيد كتابا ويران صدح قور دمينين قراءة تأمل وتمعن ما فهم يزيد داد فهنتنا كوكو داهم ماي مدير بمرتك لنقو لببري اسبوع بل واقدا بواتاكا هيا انا انصوم برين ولي يبو نقوني ما كان ربطه إنه فريسته ويران لباتن جير كنو كتابك لباتن جير سديتني سديتي يعني كتابك منهج إنه هيد ما نجعل سديتي الضوبة ما حسوستي وحاو رئيس كاهاي دي يا وحا منهج إنه لدقي سنة يودا صدن جير صدن مي صدن جير
وريبار دير اه بلدون بلدون نوغو يمد انو مركا هرجيد او نو هور نوغو عصب ياهي صدون جير بو سو دمهست ولينا سيده انو او رفاض انو باسنا او وداي او دادالها اي قال كتبت انت ان دول مرتان ميل كو توريسا كي دول مرابه في عين دغه ميل هذا بخرا ودغيسان كتاب كدبنا بريبا تو قاديس كتابك بخار كي سو بخي بمريسات الكسبي هو العلم الحاصل وعلم وكهر جيل اد كبرته بمداومه الدرس درس ان لا جوقت عشر لا جوقتيو عشر كجوقتد تبغينيس يا والقراءه عند الاستاذين شيخ اكتيس لغود الاخريو والسماعي مثل مقل كان هو التعلم برش علم لا برتوي عند العلماء علماء اكثر لا برت بالسماعي مقل ايغا لا مقل من في امور دينهم ودنياهم arimo adduunyada ku saabsan iyo kuwa diinta ku saabsan ayaga laga barto oo ka maqasho oo ayagu ay codkooda dhageysato wa hada kan dambe ka hor asagu iyo kooraba ka dambe hada wa hada u jeeda laakin labadu waa isku mid dad culimada ka og dhawaanina dadsadu ogaanaysa yaani ilmigi adigtan wa afwaahu culimada ku qaatay culumta qarkood waxa lagu qaataa sheekha ka og dhawaashii samtigiisa hadigiisa dhaqankiisa ka qaadan مذاكرات كي مراجعات مرة كقارقود والسلف ككور أم علوم ركور هاد كقاضن مرة درسي مقرر أخنا يسوي وعشرة بالله ومن دفتر إلى دفتر جلد إلى جلد تقيس ويكل دوين مرة قيمنا أفواه بالوقاتة ويقيمنا قراءة الدراسة الوقاتة هو تعلم عند العلماء بالسماع في أمور دينهم ودنياهم وهذا لا يحصل مثل كنا كوير قيل مهايو إلا بمحبة العلماء علماء وتعيش هاي مهيين يوال اختلاط معهم ان لغدر مضايق لغا دوادو لدهو يوال مجرست لهم ان الله فريستو والاستفسار منهم ان عدين لويديو وحي كو ادكادا استفساركو وطلب التبيان والاستبيان يعني وحباد مقلي شيخ كو شيغي خوغو كا دهه غلي وكو ريستاغي شيخ سامح لغا ودا سامح لوغا جيدين استفسار فسرات بدك عدتني سنه كو عدوي اذا لبداسا وح لغو قاتا labadoodu waxay kugu suuragalayaan inaad culimada jecelshahay ka agdhowdahay iyaga la joogto dii kale jahli baad ku dhimanaysaa todobaad ilaa xidhiidh sababan ku soo sheegay asbaab kamida weydu kama qila sida la yiri kun caaliman nin wax yaqaana noqo aw mutaalliman nin diinka baranaya noqo aw muhibban lahu ama mid jecel noqo fa innal jahla jahliga in laga jahil noqdo fa innal jahla qoon darada diinta laga jahil noqdo la yakunu saahibuhu ma'dhuran fi dunya wal akhirah ورانا وين سومري مقدمتي هذا لمده هذا الكان سومينا سومري لا يكون نقول ما يصاحبه ننكي جاهلك معذورا مثل عذر دار الدنيا والاخره معايا لان الله تما دم لو عذر دار ما علم 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 الحال كا فرض عينك ان با لو اولي اما علم المعرفه بالله يا علم علم الايمان وفروض الاعيان با لو اولي والمتصف انك كتل ماما به بالجهل مغبون للكذية ويا أما لرعي أما لبخسية فيهما في الداري ومغبون وانين ديفت سلقاتي ديفت أول هاي حد يروح لقاتي بالي روح سوق لقو كذية شيء سيلد سعر كو تشوي ريت كي لقوه أسمريو هاش وايم ميزة بقول كم بجد ميز كنت ما لقى قرفت ما حلو قرفت واق سوق بلا ما سعده ما أنت بقول رسولي جيبه تميري فردوك شقيسن جري أما الله إيه أري قيل بمن قاعد يسمع قلي لقيب سما يقاني والمتصف به بالجهل مغبون ومد لا بخسيو لا نقساميو خير لقى قديو ويفيهما في الدارين معناها ان اسقى شاف عبا لقوريا يا عبد الله مبارك لان شرفهما شرف الدارين وي شرفت اخري الدنيا مع العلم بين سعوطا شرف الدنيا سميقاني مقع علم بالله صلى آخرية أدوم كما قيل سيد الله من أراد الدنيا فليتجر إنك الدنيا الدنيا هكا نعصده ومن أراد الآخرة إنك آخر الدنيا فليتزهد الدنيا كهكف قادوا هكا ديراد هسكي يريو زود دقون هراب إنه صوت تعريف إنه يكتب كان نقول صوت تعريف إنه زود دقوا محي زودي زهد وحاله زهد وحاوي ترك ما لا ينفع في الاخره
زهدقو واتركم ما لا ينفع في الآخرة وحن آخر وحكو تلينين أتكفقاتو أيا زهد الليل هذا. أما الورع ورع حوي ترك ما يخاف ضرره في الآخرة وحد كبق قيس آخرين وقربه شبه شهو باكوس دوات وحول بوت كبق قيس آخر أما وحكا غي مادة أتكفق تورع الليل هذا. أما الزهد وترك ما لا ينفع في الآخرة مباحات كحوان كترين واختيار بيردرين إيه وحو كترين كفقو واختيار بوحي حمر خير جلي وانا جلي حير نص تكدي وانا اتكلم فانت الزهد والورع. من اراد الاخره اخرنك دون فليتجر فليتجر حق نعصدو دغنعسي با الدنيا لو هلاي. ومن اراد الاخره نك اخره دون سوما فليتزهد الدنيا ده اسك يريو بمعنى وحن ديفينين ان وحتر اخري ادون بقول هنا كفغاد. ومن اراد كليهما اخري الدنيا اسكو درسنك دون سوما فليتعلم حبرته لابد وقت كهلي ساي. فإنما انتقل من الدنيا روح الدنيا كجورة الدنيا كجورة آخرة عدي بقي ما جمعه فيها بقي وشوقا يوهر هيا ما جمع وح الرئ الدنيا هيدي أنت وشقينا فيها في الدنيا بكوهر هيا سوى العلم علم جموعي علم باكو راعي علم إيه عمل كسي باكو راعي وحي أدقي زوج رن الدنيا بكوهر هيا أنا آخرة كجورة. فإن العلم رفيقه علمه وصاحبك روحي علمك الهاب وصاحبه يهي في القبر قبره كل رفيقه يا كل فنقل يا وأنيسه بهلكي سوي وفراشه قروشه قصحا لها وي وتحته وجنبه هوسي سوشوغي ودنعي سوشوغي وزاده سايدي سوي بمعنى علمك عملك وكل لما نيهن لما ني مالك أقهر ما هي ويحكونا وكهر يا شيخ أوبين باكولوس وجاري وأهل كادا وحكولا إيمان هيان حباش إحدى مرة قرية بكوهر ينبا مركا علمك هالوغودة دا لوي إنت دونك تشوكتان حق لهن اللاب مهيان كفا إذا استوقتين والله سبحانه وتعالى عنه.